انا بدي اسالك سؤال انا وجهت سؤال لما كان مدير الملكيه سؤال الان المدير الملكيه تغير وتغير واحد ثاني وتغير واحد ثالث ما الجدوى من سؤالي شو الجدوى من سؤالي؟ والسؤال لازم يكون في وقته يجاوب عليه خلال 14 يوم ماكسيموم ما, بتج بتجاو ما بتجاوب وما بتجاوب لا ما بتجاوب ما بتجاوب, ما احنا شو دورنا؟ ما في دور دورنا ما في صفر لا دور صفر حافظ دور. منزله ما ما اي دور انا هذيك اليوم حق مين هون؟ الحق حاجة... على احنا النواب احنا اقول لك شغلي انا هذيك اليوم يعني انا لما حكيت ما ما قصدت الاساءه لمجلس النواب انا ما قلت مجلس النواب كذاب أنا حكيت عن نفسي إنه أنا شاهد زور وأنا أول كذاب أنا بحكي عن حالي سمعك إياها شو قلت؟ أنا, حك... أنا حكيت أنا حكيت يا سيدي لا تسمعني أنا بسمعك إياها قلت أنا أول كذاب بعض الزملاء الم... هذول اللي أنا بعتبرهم هذولا همي اللي اساءوا لمجلس النواب هذولا أنا اللي قلت عنهم هزازين الذنب هذول اللي بتملقوا لهي الحكومة وصاروا يطبلوا على الطوائل ليش تطبل على الطاولة؟ أنا من حكي أصلا يا, س... يا سيدي أنا, أنا بحتكم أنا وياك للنظام الداخلي النظام الداخلي المادة المادة 117 تقول لا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم، احنا اليوم اخ رائد بتحدث بيجي بقاطعه يحيى السعود، اصلا أدبا ما بصير تقاطعه، النظام الداخلي بحكمك لا يجوز لغير الرئيس ان ان يقاطع الزميل عندما يتحدث، بتطبل لي على الطاولة ليش؟ انا ماكل ابوك؟ ماكل حق ابوك بتطبل لي على الطاولة؟ بس مشان تهز ذنب لهي الحكومة؟ ليه؟ شو السبب؟ انا بحكي انا 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 بقاعد بقول لك نظام داخلي، وبقول ليش يحيى مزق النظام الداخلي؟ لانه نحن ما بنحتكم للنظام الداخلي ولا بنحتكم للدستور. احنا عباره اصبحنا شهاد زور تحت القبه ما في انا لما اخ رائد بوجه 300 سؤال نيابي وما بيناقش ولا سؤال نيابي معناته يعني اقول لك يعني انا لازم يتحاسب رائد الخلايلي لانه وجه صرف 300 ابجوز 360 ورقه معون ورق كلف الدوله وفي النهايه مع احترامي لك اخي محمد شو استفدنا؟ شو جانا؟ طب انت بتحتكم لهذا النظام ولهذا الدستور، الدستور شو بيقول يا سيدي؟ الاسئله، انا بدي احكي على الدستور وبعدين اعرج على النظام لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أمر من الأمور العامة وفقا لما هو منصوص في نظام الداخلي. نظام الداخلي شو بقول الأسئلة أنا بقول لك نظام داخلي. للأسف يعني أنا لما بوجه هذا السؤال للوزير وما بيجاوبني على سؤالي الأسئلة بقول لك خلال 14 يوم لا جاوب أنا أتحدى أتحدى أخي محمد بعض الأسئلة لغاية هذه اللحظة ما إجا لها ردود من أربع سنين من أربع سنين طب شو النظام شو الرقابه اللي انا بتعامل فيها؟ ليش انتم طبلتوا لي على الطاوله لما انا بحكي كلام ترى برا برا القبه اقسم بالله 70% من النواب جوني قالوا والله انك تحكي صحيح، طب يا اخي احكوا هذا الكلام يا اخي دافعوا طيب تحت القبه بس خلي الناس يعرفوا انه احنا لا حول ولا قوه ما بدهم هذا الكلام بقول لك يا اخي ما بصير يحكي طيب اذا ما جاوب 14 يوم شو بيحكي نظام الداخلي؟ نظام الداخلي يستجوب الوزير ويجب ان يحاسب الوزير ويجب طرح الثقه في هذا الوزير شو بتستنى عليه انت؟ بعد 14 يوم ما يجاوبك، انت بت... اقول لك شغلي انت حنث بيمينك كوزير، انت لما تقسم على الدستور اقسم بالله ان احافظ على الدستور وما وخليت بهذا الدستور، انت حنث بقسمك انت حنث بقسمك كوزير، انا كدوري الان اني اقول لك تعال وين رايح؟ بك للاسف اخي محمد هذول الناس الموجودين يعني انت لاحظ كل المشاكل اللي صارت تحت القبه، سببها مين؟ سببها كل واحد بدافع عن الحكومه لانه يعني اقول لك شغله امبارح اختنا مريم اللوزي مريم اللوزي نائب في البرلمان الاردني وكنا بعرف مشكله اختنا مريم الله يشافيها ويعافيها كلفها مبلغ قدره فوق المليون دينار علاجها يعني باعت اللي فوقها واللي تحتها هي الان نائب على على راس عملها وبتستجد رئيس الوزراء وما بيقابلها والله والله لو عنا احنا ذره رجولي ما دخل رئيس وزراء مجلس النواب ابدا بس للاسف ما في بدك تحكي كلمه بنطولك النواب ليه يا عمي أنا 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 بالنسبة لي مش طالب شيء لدار أبوي، أنا بقول يا دولة الرئيس حافظ على النظام الداخلي اللي أنت موقعه أخي محمد، بس بدي أفرجيك شغلة الله يخليك ويا ريت أنه الكاميرا تاخذها، هذا وزير الداخلية؟ هذا وزير الداخلية؟ يا ريت الكاميرا بس هذا وزير الداخلية ورئيس الوزراء وجلالة الملك موقع عن هذا النظام، الداخل. هذا النظام اللي احنا موقعين عليه وأقريناه واشتغلنا عليه أخرائد وأقريناه بال 2013، ليش ما نحترمه؟ ليش ما نحترمه؟ وين محمد أخي محمد يا أنا نائب قاعد بوجه سؤال نيابي طيب. وما بتجاوب علي ماشي. اي اين أي دورنا في الرقابه